سؤالي الأخير ليك، هل بالفعل تمت جلسة، خلي بالك وركز معايا في السؤال ده، ولا هو تخريف بالزمالك؟ هل تمت جلسة في الفور سيزون في كابينة ما بين زيزو وأحد الوسطاء لانتقاله للأهلي بعد دفع شرط جزائي أم فنكوش؟ يعني قولا واحدا يا استاذ عبد الناصر فنكوش. يعني قولا واحدا فنكوش. زيزو يعني زيزو يعني خلال الفتره الاخيره تواصل معاه اكثر من حد، بس هو كان بيرفض، رافض الانتقال للاهلي. يعني هو بيقول ان هو لا، انا بحب جمال الزمالك والزمالك فضل عليا. يعني زيزو قبل ما يجي الزمالك كان حاجه، وبعد ما جه الزمالك بقى حاجه يعني 10 اضعاف. فطبعا زيزو رفض الانتقال للاهلي. زيزو يمتلك اكثر من عرض، عرض من بشكتاش التركي، عرض من الوحدة الإماراتي، عرض يعني ليه أكثر من عرض. وزيزو يعني شايف إن الفترة الأخيرة في الزمالك الأوضاع المادية مش مستقرة، بس هو برضو إن هو يعتبر خلاص من كباتن الفريق، فهو مستحمل الزمالك. وطبعا الزمالك نادي كبير، بس هو مستحمل الزمالك في الأوضاع المادية. طبعا اللعيبة ما بتقبضش بقالها فترة كبيرة جدا، يعني فترة كبيرة، يعني المدرب من شهر مايو ما قبضش، اللعيبة بقالها 5 أو 6 شهور ما قبضوش. ودي طبعا حمل على اللعيبه، اللي هو برضه اللعيب وراه مش ولا ولكن لا صحه بالمره ان زيزو قاعد واتكلم مع اي حد من الاهلي. لا قولا واحدا فنكوش يا استاذ عبد الناصر، مفيش حاجه من الحاجات دي حصلت. زيزو يا مكمل في الزمالك يا هيحترف بره ولن يعود للاهلي.